هذا هو شط. وين التلة اللي طلعها؟ هاي التلة يا نسي. هذه. انطلقنا مع ساعات الصباح الأولى برفقة الدفاع المدني إلى مدينة الموصل القديمة، حيث بدأت حملة جديدة لرفع الجثث مجهولة الهوية والتي ما تزال بقاياها بين تلال الأنقاض وتحت ركام المنازل المدمرة. كحصيلة رسمية دقيقة بالضبط ما تحضرني الآن، لكن عملنا مستمر اليوم تقريبا، يعني موجودة أيضا من عدد جثث، أكو بعض المخلفات الحربية كالأحزمة كالرمانات، حضرنا أيضا عثرنا على بعض المستمسكات لعناصر داعش إرهابية. منذ بدء العمليات العسكرية ولا تزال كوادر الدفاع المدني حتى اليوم ترفع الجثث، سواء كانت لعناصر التنظيم أم جثث ضحايا الحرب، وفي كل حملة يواجه هؤلاء الرجال الموت بين الأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية. حاليا الجثث أو الأشلاء الجاي نلقاها ما نقدر نجزم على أنه هي جثث لعناصر داعش الإرهابية، ولا نقدر يعني نقول بشكل مؤكد أنه هي عادة لناس مدنيين. وبحسب مصادر مطلعة كشفت للتغيير، فإن عدد المدنيين الذين انتشل الدفاع المدني جثثهم خلال السنوات الماضية وصل إلى 2500 جثة، بينما وصل عدد الجثث مجهولة الهوية والتي تعود غالبيتها لعناصر التنظيم إلى قرابة 2700 جثة. 4 سنين على هالحالة. زين حكومة أنت ما عاد تشوفين هذا وضعية العالم، مجلس محافظة، إلى متى تظل هاي العالم بالأنقاض؟ والجثث لا تحكي بيها، العظام عظام السع، يعني إيش أقول لك؟ ما يقارب 60-70% لحد نوك عظام ما جثث. هنا كان آخر معاقل التنظيم، وأصبحت هذه المنطقة منطقة قتل محاصرة، وضاعت أيضا دماء الأبرياء هنا ممن كانوا دروعا بشرية، وأصبحت هذه الأرض مقبرة لهم ليكونوا جزءا من ثمن الحرية لهذه المدينة. في حقيقة الأمر لا أعلم أين أجلس الآن، هل على أنقاض المنازل أم على بقايا الجثث التي لا يعلم أحد هويتها؟ هل هي لمدنيين قضوا نحبهم في الحرب أم لإرهابيين حاصروا المدنيين معهم؟ فقد ضاعت الحقيقة هنا ما بين هدير المدافع وصرخات الضحايا. من الموصل القديمة، محمود الجماس، قناة التغيير.